اوكي الحين المفروض اني ارسل لك رابط صح؟ لان ما عندك انت. دقيقة. لا ما يحتاج، عادي اقدر اشوف من الجوال. بس انت على اليوتيوب مو على تويتش. ليه ما تفتح من تويتش افضل واسهل؟ والله اني حولته على يوتيوب يوم قفل تويتش وما عاد فيني من رجعه يعني. فبرسل لك الحين رابط البث يلا جرب. المباشر من هذا. حلو حلو، اوكي يلا. بس كرام لنفسي ان شاء استهبال. الله. وين البث؟ شوف لها، اوه ما شاء الله شوف لها 16 من مليون. بعدها. اوه لا ذي مكة، مو انا معليش. دقيقة أبي أرسل لك رابط مكة. تابع الحرم لنجيك. يا سلام الإسلامية. يوتيوب يزك يا اخي. وين يا اخي؟ ما طلع. وين بريميوم؟ يتأخر شوي. اي هذا هو. أبي أرسل لك رابط مكة. تابع الحرم لنجيك. يا سلام الإسلامية. يوتيوب يزك يا اخي. وين يا اخي؟ ما طلع. وين؟ متأخر ومقرف وقاعد اسمع نفسي مرتين. سمعني. في حركة بك تسويها انت اول شي لازم تاخذ الرابط علشان وتشوف، تك. بعدين تعلمني اللي تبغاه. يلا اوكي، ارسلته. ايه في الدسين. طيب حلو رسمة بس. اوه في ترافل. بس شف يلا. اوكي الحين اذا جيت وشفت علمني ايش شفت او كيف كذا، فهمت؟ اوكي. ما على سطح المكتب. لا لا اصبر شوي اصبر. حطيت ميوت عشان ما اسمع صوتك مرة ثانية. حلو، الحين رجعت للعبة. ارجع ارجع للشراين، انزل لاخر شيء. آخر شيء، واحدة آخر واحدة. أيوة هذه، هذا المبنى اللي تقول عنه. اي واحد اخر واحد. لا أول واحد، معليش، اول واحد اللي ها. اسمه فرانكلين شيراين. ايه في حركة لازم تسويها عشان بتساعدك. طيب هذا النار ولا تاخذ جرعة زيادة، عرفت؟ يلا وش نسوي الحين؟ أروح للضباب اللي فوق. في ضباب فوق صح؟ فوق المبنى. ايه رحت طلعت من المبنى؟ لا ما طلعت في المبنى. ضباب فوق، روحت. أنا أنت الحين متأخر عندي ترى في البث، عشان كذا ايه ما عليك تقريبا متأخر دقيقة، فبغالك تتحمل. روح يمين، أنا قاعد أشوف مالك مين مالك. فوق دخلت مرة. الضباب. ايه ليه ما تحصل؟ ليه ما تحصل؟ فيش، امشي قدام بتحصل باب مقفل صح؟ ايه في وراك شجرة. فسخ درعك. يا ولد دقيقة. افسخ كل شيء. من وين نفسخ؟ من هذا شكله؟ لا ثواني انا عشان اعطيك. اوكي الآن زي ما ربي خلقني. حلو، شوف الشجرة اللي وراك. لا والله اني مستور لابس سروال. ايش سروال؟ ايش في شجرة؟ أبيك تركض عليها وتنقز لين قدام. شوف اللي على اليمين ذاك لا مو الشجرة هذه اللي تحت، في شجرة اللي فوق. اوكي اوكي ترى ما ينط. ينط هو. اي نط هو، دور زر النط قبل ما تسوي الحركة. امش اسرع في المشي وحاول تنط، مو رو لا حاول تنط. اوكي بس مو على نسرق. الشجرة دي، في الشجرة اللي فوق. اذا عرفت كيف تنط وانت تركض قول لي. مو لا شجرة لا هذه، معليش مو شجرة هذه، في شجرة اللي وراك.
اوه هنا صح، هذه اللي جنب السور. ايوه اللي جنب السور، ابيك تنط على السور اللي على اليمين، عرفت؟ يعني عرفت اللي ترتفع على شجرة وتنط في النطة تروح على اليمين على طول. وإذا نطيتها وضبطتها لا تتحرك، قول لي علشان أعلمك. هذه تيجي مع الضربة. أنت عرفت تركض وتنط نطة مورال؟ اركض واضغط اكس مفروض. لازم ارن معها كأنه يضرب. لا لا خل انت وزنيتك غلط ترى. ايوه في المكان اللي انت فيه الحين. اوكي الباب متأخر يا اخي. ما عليك ما عليك، اصبر شوي و... ايوه نفس. لا 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 بدون ضربة بدون اي شيء يمديك ما ينط، بدون ما ما في زر نط، ما شربنا كل العصيرات ما في شيء. الا في زر نط دوره، في زر نط دوره. الجير انت تلعب على يد؟ ايه الجير، ايه واحد من ال ايه بس شكرا صار ينط. ايه اوكي بس ما تقرب للشجره كذا. لا لا ابعد شوي، ابعد خليك بعيد. ابعد عن الشجره بعدين لا تفهم الشجره. اوكي اصبر. ايه ابعد عن الشجرة بعدين امشي سيدة كذا ونط على اليمين في الجير، لازم توزنها. اوكي من هذه الجهة، شوف انا بوقف شوي لانه متأخر. من هذه الجهة؟ لا لا مو من هذه الجهة. واقف عندك؟ متأكد؟ لا دقيقة مو واقف، ثواني. ايه اصبر اصبر. قاعد تتحرك. الله عليك الوزنية هذه، يعني تفهم تمشي سيدة عليها وتنط على طول يمين على الشجرة نفسها. ها حاول بعدين تنط، اي على الشجرة نفسها حاول تنط، لا تنط متأخر عادي نط بدري، حاول وجرب مرة ومرتين طبيعي ما راح تضبطها في البداية. بس 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 واضح ان لا قاعد تستعجل انت في نطتك. استعجل يعني المفروض اني اخر شوي. ايه اخر شوي ولا تنط على الشجره نفسها، لف الجير يمين. اه يعني المفروض اني انط على السور من ورا الشجره. بالضبط، يعني عرفت الشجره هي اللي ترفعك شوي وتنط. دقيقه فل من هنا. تنط بدري انت ترى. والله العظيم انا بقعد اسوي الحركة دي لين 6 الصبح عادي ما ادري. انت تنط بدري الى الان، تنط بدري امشي على الشجرة عادي، لان تمشي على الشجرة شوي بس عرفت، بس ارفع نفسك في الشجرة لا تنط يمين لا تنط من تحت من الجذور، امشي على الساق. اوكي يا عيني هذه حلوة، يعني هذا حلو بعد. هتضبطها صدقني. عيني هذه حلوة بعد. اخلص الحين عادي اقدر اغير زر الجير اللي ينط. والله ذي اوكي تقدر بس يا الله. هتحاول لا تيأس، بس لا تقرب للشجرة نفس مكانك اللي بعيد اللي انت قاعد تسويه صح؟ يمين يمين صح يمين اصبر.
ولا يمين، ويتك يمين. يا عيني هذه حلوة. اوه ماي جاد. ظبطناها خلاص طلعت. طيب بعدين طلعت فوق السور الاول. طلعت فوق؟ ايه. حلو 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 ناي. امشي شوي شوي لين ما تحصل ايتم. اوكي اخذته. الابيض كذا عليه. طلع مكتوب استس فلاسك صح؟ والله صدق اني ما انتبهت يعني، بس اني اخذته. ولا ادري شو انا اشوف الحين. بقى بقى لا مو بدا، في واحد غيره، في واحد غيره، في واحد غيره. اوكي ادخل جيش. ادخل المبنى، ادخل المبنى، في مبنى جوا ادخل، بس ترى في طيحه. ايه اي حاول ما تطيح، لان كذا طحت بتعيد من البدايه. اصبر اصبر شفت الحين الايتم وين شوف دقيقه انا ما قاعد اشوف انت واقف. اوكي في مبنى هنا. اوكي امشي على طرف السور من فوق صح؟ وفي ايه ايتم هنا. ودور ايتم اذا تحصل ايتم حلو لازم تاخذه، هذا هذا اللي بيك تاخذه. دقيقة. ساتر لا تطير تكفى. بعد سولف. هذا صوت غراب. ايه صوت غراب، صوت غراب. عاجبني انك تمشي شوي شوي. ايه عشان لو طحت خلاص رحت انام. طيب فوق هذا شلون نساعده ذا الغراب ولا ما احد يساعده؟ خليك من الغراب، الغراب تعطيه اشياء بعدين، يعطيك اشياء كذا ما منها فائده فاسحب عليه. خذ بس الايتم اللي قدامه. اخذته خلاص، هذا الايتم اللي تقول انا اخذته. ايه. وين هذا اللي بيعطيك، هذا اللي بيعطيك جرعة زايدة. صح؟ دقيقة ايوه لا لا هذا روح الحين طيح عادي حتى لو تموت. طيح. تأكد. ايه متأكد طيح وروح لل مت. روح للحداد عطه حط الايتم. حداد؟ ايه روح للحداد عطه الايتم. Well met. Tis good to see ye at Watney. هذا صح؟ ايه اللي قدامك سيدة على طول قدام ال لا بس اللي هي الخيار حق رين فورس فلاسك. ايوه ما في، يقول ما في. بيعطيك بيعطيك جرعة زيادة. الا عطى خلاص ثلاثة هي نفسها زي ما هي. I don't want to see my work squandered. Rain Force. شكلي ما اخذت الايتم صح. طيب روح ال شلون؟ الا اخذته. اوه الا الا بس ايه شوف انا مبدل بينهم. الا هذا هو مكتوب انه صارت اربعة انه سوى. روح للي فوقها الله عليك. روح لل فوقها وحول كل الميج للهيل. انت ما راح تستخدم. ايه الا الا حطيت صح عليك سويتها. حلو طيب شيل الميج اللي عندك جرعة الميج وخلها كلها هيل. ايه خليتها كذا. الله عليك. بس ما تغير شيء. ما ادري ايش يبغى لا يتغير. اضغط اكس حط كونفيرم. ايه تروح للشيراين اللي فعله وبعدين ترجع. اوكي حلو حلو. نروح عند النار ها؟ والله ما في نار بس انه يعني النار لازم نسميها كذا. لا والله نار. اي بسيف في نار. طيب حلو. اي شيء. طيب الحين الترافل اقدر اسافر اماكن ثانيه قدام؟ ايه روح روح لن ايه روح للنار. لا ما تقدر قصدك ان اماكن انت ما جيتها مثلا. ايوه او استكشاف. لا ما في. اوكي في بس واحد تقدر اذا ذبحت بوس. طبعا البوس ما راح تذبحه والله لو الان يعني قصدك ما في امل ها؟
مستحيل تذبحه في البداية إلا إذا أنك تقعد يومين أو يوم على ما تقرأ حركاته وتحفظ حركاته. ف... أبو لعباتنا ذي قراءة الحركات. بس ما علينا نخلي بعدين. بتطول مرة. وش اسمع الحين ايش بغالي اسوي؟ وش الخطوة الثانية اللي تقول؟ قلت لي سلاح كويس وكذا. ايه هذا بعدين بتجيبه يعني بعد ثلاث مراحل اربع مراحل. اضغط على ترابل. اوكي. البس درعك واضغط على ترابل وروح للمنطقة تحصل منطقة يمين وول مدري ايه دار شيء. طيب دقيقة ترابل هاي وول. طيب ايوه هذه منطقة الثانية. ابغى السيف حق ابن الكلب اللي كل شيء يذبحني. مو حلو سيء والله. شقني شق فيه. طيب ده ما سيء. طبعا حاطين اللعبه كذا تلقى حتحصل عنده دكستريتي مليون علشان كذا سلاحه قوي. سلاح سكيل دكستريتي يعني سيء مره. بس في واحد غير احلى بكثير ثاني. عارفه البس دروعك وحط سلاحك وخل معك شيء. لا انا لو جسمي زي ذا ما مشيت عاري بدون حتى سروال. خلنا زيك. شوف والله مشدشد من كل مكان. طيب حلو. باسك وين يا ولد؟ البس دروعك وحط سلاحك. يلا لبس دروعك. هذه اول جريس. ايه حصلتها اللي تحت. ينزل مع الدرج. هذا برخوم. لا تضرب. قم لا تمسك مسكين. اذا معك شيل حاول تطلع. حاولت بس يا اخي ما عرفت اوزن الصدق يعني. في فكرك في البدايه. هل تقدر تحدد اللي تضربه ايش؟ ارد كذا يعني؟ ما تصد فيه. لا دافع عن نفسك. يعني كذا بترد فيه بيضربك. حلو يعني. حاول توزن الاستامنا حقتك. ايه. قليلة مرة. اسمع صوت اشرار بس ما اشوف احد حي يعني. انا الى الان اشوف عندك الميج ذا الجرعات الميج. شربت تعطيت شوي. لا جرعات الميج والله؟ يعني اي والله ما راحت حتى هي. عادي مو مشكلة. نم المبزرة هي. بداية صعبة لا ما عليك صبور مرة. بس انا اهم شيء اني دليت الدرب يا رجال. عجزت اتعدى الساموراي ذا. ابغى اسحب عليه ما اقدر. كلها ما عيت تزبط. برخوم. اذا ما اربعة تصدق. اربعة دم عندي. اوكي. اربعة وواحد ازرق. لازم ترجع للبداية. لازم ترجع للحداد وتخلي يضبط. تتأكد بنفس الباب. بس مو مشكلة عادي كمل. عشان الجريس الثاني نطي. ايه. اذا ما تحس تلعب الشيلد العب بس. العب بايش؟ امسك السلاح بيديك الاثنين. انا قلت كده برضو يعني. بس بطفي كودي وافتح الدفة. كالعادة ما في شيء غريب ابدا.
الشماد دائما ربي يعني سبحان الكريم ربي. ما لاحظته يعني انا فقط حلفت بنفسي. اه متى صرت قوي يلعن اصلك. انت سبب البلاء. اوكي باقي احد اعطى مخدرات باقي حي انت. اوكي بس مثلث. اوكي اوكي داري شفتك. طيب وش ذي فاير بومب؟ قنابل لا تخلصها ولا تستخدمها. الصناديق ذي تعب نفسك السرة ولا ما في شيء؟ ما بحرق عليك يعني بس عشان استفيد يعني بعدين ولا يطلع منها لوت يعني عليك. يطلع منها لوت في الصناديق اللي نعرفها اللي يطلع فيها لوت. لا لا هذه الصناديق اللي خشب. لا ما منها فايدة هذه أصلا تسكها بعدين في مراحل بتطلع لك تصير أشباح فيها عرفت. مرة قبل فتركها يعني أبعد عنها. ايه هلا بالغالي. انا اصلك بطيء لين توصل عندي. بعد عندي دم. حلو شو طيب. اصبر الله انك ما مجموعة ما اجي انا ما شغل المبزرة ذا ما داني. من فوق شغله يشير على ام الحالة فيه ليش مش مزعل تنين مرة واحدة. مو تنين بس في واحد مع فاس. ممكن معلش طيب هذا بيبخ علينا ظنك. ايه التنين ايه دمجك كثير. اتوقع الطريق من فوق غلط. الطريق من تحت يلقاه من فوق ولا من تحت ولا بدون دم نمشي ولا ايش نسوي. بس هذا وش يسوي ذا ايش ذا الطبة قاعد احاول الهرب يا. السلام عليكم. هلا بالهلا بكم. هلا قري نص القدعانة يا صديقي. نشيكم علي يشفيكم كلكم. ايه كله ضرب ما فيش شتيمة. الله يوفقك.
طيب اوكي حسبته هو اخ الموسى اللي كانوا يصفقونك وتنزل بالسلم سلمة سلمة يلحقوني الى الابد ولا لا لا الافضل انك تقتلهم في البداية لين ما تحصل الجريس الثاني اللي بعده شباب بس بعد اذنكم خلاص لا طبعا ما تقدر تقدر تنزل على نفس المكان اي تقدر تنزل على نفس المكان والله يا دحوم مره يشخصنون هنا اهرب تنحاش ما والله شخص يلحق الى ما لا نهايه بس انا جاي بس عشان اخذ دي حرام قول اسرع عداء في اللعبه يمكن اختمها ركض بس اوكي انا خلاص لقوني لا اوه في طريق يمين طريق يمين حلو يلا طيب الجريس بعيدة ولا ما يعني لأن بقى تجري تصير ولا بجي تجري للأبد يعني لا في جريس قريبة مرة حلو وساكت ليه؟ طريق مين؟ داخل متشابه الدور متشابه جاي مين؟ متشابهة يا الدور متشابهة أول ما تدخل الغرفة تأخذ روحك من وجهه الله أنا شاعر الله شكا تسمعك يجوز عيال اصبر لا تذبحني لأن أم القهر يلا راح الدراهم الحين برجع أذبحكم يتشقلب مكانهم حشرين بشيء انت قبل شوي ما كنت تصلي بالكلب ليه تلحقني متكتلنا ذي مثلتنا ما كنت تصلي ما كنت تصلي انت قبل شوي نفس الموضوع ايه بس هل هو مرة متشابه حتى لكم اللي بس انا اني ما قطعتهم المخرج نفسه هذه كانت قبل انت ما تلاحظي انه التصوير شوي قديم تحسيه مو مره مضبوط زي الدم لا اوكي لا انا بالحظ انا اتابع بث ما اشوفها في الوضوح نفس الكتابة نفس الستاتس نفس ال نفسه هو نفس بس هذاك اللي نعرفها اللعبة احنا وذيك مطورة ترى يعني شوف الحين قبل شوية انا ضربت ضربتين في إلدن تصير لكن هنا لا ضربت ضربتين ورا بعض ما يعني ما تنفذت نفذ واحدة بعدين جلس تسوي داون جريد تلعب بلد من الدرجة اللي الدرجة ما والله مرة رهيبة صدق وطفاي يعني ما اعرف العب لعبتين زي بعض اول اعيد اللعبة نفسها ما اقدر قهر شي والله دخلهم الفرن من كلب انت شكرا سيد التنين جيتك من اول ماني قادر ادخل على البث زي العالم الناس بالله على اليوتيوب المفروض انا افتح بدخل دعني يا سلمي
اوكي النايت ذا عادي ما نذبحه صح؟ اي عادي لا تذبح اصلا ممكن تسحب عليه. اوكي شقلبتي للابد يعني ام القهر. تسوون انتم اللي قبل شوي؟ والله جري بالهبل بالهبل شيء مخيف. ترى الحين انت ولا رحت رجعت لطريقك؟ والله شوف انا قاعد تركض بالهبل لين وين؟ لدرجة ما يدري هو وين ولا ادري وين انا يعني فعليا يعني هذا وش ذي اللي تركض؟ شكل طريقي كذا صح احس انه صح لاني مشيت سيده واللي يمشي سيده ما حد يقدر يقول له شيء. لا لا يمين ترى الغنين ما سيده. لا برضو اللي يمشي سيده العجين ما يلخبطوش. دقيقة انت حصلت مجموعة يعني خمسة كذا جالسين قدام. حصلت كل الناس. لا مو هنا مو هنا في جريس ترى انت لازم تموت انت بالكلب. صوت ذا نايت. وصلت للجريس الثاني ولا ما وصلت؟ اسمع جريس الثاني وين نحصله؟ ترى في علامات صح يعني. ارجع ارجع مع الدرج سلم معليش. خلي بس النايت يهدى. اوكي. يا اخي البيت مرة متاخر. ما عاد عندي دواء بموت لمسة. في شيء غريب هنا قاعد يتحرك بشكل مريب. لعن ام القهر. اسمع ها ايش قلت ما عليه في سلم ايوه الله عليك السلم ايه كويس والله بس انا تعديت السلم صرت ميت الحين بس يعني طلع ذا هاك انت ذبحته وطلع لك ذا لا تذبح المره الجايه امشي لا اذبح مين أوه، اوكي لا تذبح الخمسه علشان ما يطلع لك ذا انزل تحت عند البراج مع الطريق ذاك اللي عند النايت اللي واقف عند الباص ولا تنزل تحت في طريق ثاني يبديك انت يا صاحبي انا ميت ايه انا قلتك على الحين كمل قدام لين تواجه ذا النايت في نايت لا تنزل تحت نزل اللي تحت بديك للمكان اللي كنت فيه ركز لان البث عندنا متأخر ما نقدر ندلك بالضبط انت لو تفتح من الديسكورد افضل بكثير وصل الوصف والمبعد هلا هلا انت اذا نزلت تحت تقوله وشفت النايت سلم عليه ومش راح النايت وصار في تنين التنين ما يلاحق تنين ايه باتي دم اللي تحت واللي فوق ممكن تبخ نار تنين انا احس انه ودك تبخ نار صح؟ ليش تلعبها ايوه تنزل تحت خلوا النايت يتفاجئ هيل ابن الكيش انا ابن الكيش ناقص كانت هيل يا حيوان يا اخي يا خالد انت مخاطب قطايف واجد القطايف اخي لهجتك مره قطيفيه هو يقول لك مبريده وكذا لا يقول مجله وين؟ تنزل تحت تنزل لهم دقيقة بس انا ما اسمع صوت التنين عالي شوي مع النار اللي انفتحها تحت ايوه اوكي هنا حلو يمين مع النايت انزل صح؟ ايه بس اكمل سيدة ما اكمل تحت صح؟ على قصدك
الله عليك. طيب في خمسة واقفين يطلعون بجدار. دقيقة خلني أشوف. ما في دقيقة. ما كان في باب. أي دقيقة. لا تنزل. طلع شيء. ذبح اخويا. انت بياكل صحابه. في باب انسحبت عليه ترى. ايش رايك تروح للباص على طول؟ شي ذا شوف الهطف علق فوق طاح تحت عن ابوك. اوكي الحين لا في لا نايت ولا غيره. وين اروح؟ خلني اشوف زين. هذا علق فوق. ايه ما صار لك صار لك جلتش كذا احسن. في باب غير الباب ذا توك داخل مع دوره فوق يعني؟ او انه لا اي اتوقع انه فوق مو تحت. اتوقع انه فوق. غير المكان اللي في البداية جيت معه وغير النزلة هذه في جريس باب ثاني. اتوقع انه فوق. هذه هي هذه الجريس الشيف منورته في سطح صح؟ الله عليك. ايوه هذا هو. الحين ابيك تروح للباص على طول. طيب عشان تاخذ الجريس. دلنا عليه بس. شفت المكان اللي كنت توك فيه عند ذاك مع الدرج اللي كنت مع السلم اللي كنت تنزل معه؟ ايوه اللي عنده نايت ثاني. ايوه ايه بس قبل ما تسوي ارجع للبوست ضبط الميج ده اللي انت حاطه العلبة علشان تستخدمها مع البوست. علشان كذا انا قلت لك راح فوق في المبنى عرفت عشان تاخذ يصير معك خمسة هيل بدل اربعة. طيب حلو يعني الحين ابيك ترجع للبداية عند الحداد. خلاص بما ان عندنا اوكي يكون قصدك اسافر يعني وارجع هنا. اي الله عليك بس عشان نتاكد انه معنا خمسة هيل يصير يمدينا نذبح الباص. بس سهل مرة بس خليك وراه. في باص قدامه اذا كنت تبغى تروح للمكان اللي قلت لك عنه بس الباص مرة قوي. Pretty be careful. كلامس. عبتي. very well. then touch the dark and take me. والله مشكلة خصيصة. أتوقع لب السترينج صح؟ عشان أصير مرة قوي. السترينج وفي ثلاثي الحياة عندك. بس عشان الضربة تصير فيه محترمة. هلا هلا حياك. استريكت عندك عالي ترى لو تطور الهيل. هيل معي خمسة فهمت؟ ف وين اللي كنا بنروح لها؟ كذا عادي عادي. عادي اللي رايح. بروح دقيقة اروح شيل ذيك العلبة. شلتها؟ خلاص ما نبغى علبة الميت. تقدر ترجعها بعدين عرفت؟ عشان بس يكون سهل انك تروح توصل للهيل حقك. اوكي دقيقة. ايه وخلي عندك ال هذا وشو؟ انا ما ادري وشو ذا، تعرف وشو انت؟ ودقيقة ما ادري ايش ريد اي، وشو ذا؟ ذا في عوالم ثانية. ايه ما في حد لما شيلها برضه؟ شيلها شيل كل شيء وخلي الهيل وخلي الفاير بوم بس. الفاير بوم؟
هاي يقول لك كنسوم تنفيد انذر وورد اريت، تخدمها وتروح لعالم ثاني تذبحهم. ما انت بفاضي يا ولد، ولا تلعب في درع ضد البوس، شيل الدرع وتمسك السلاح بيديك الاثنين. تذكر دقيقة معلش، قبل ما تتحرك شوف معك امبر ولا ما معك؟ معي ايش؟ امبر. وشو ذا؟ هذا اذا مت واكلت الامبر يرجع حياتك كل، عرف يعني يزود حياتك اكثر. وين من وين؟ شفت ذولي الاربعة المدري الخمسة اليوم تاك طلع تحول، انزل معه روح لهم. اللي ايش؟ معلش؟ شفت الدرج اللي أسل شوي؟ ايه انزل مع الهين وانزل لين اخر شيء. شفت الدائرة ذيك اللي كنت تشوفها كان في واحد يخوم حولها؟ في واحد زعلان اني اجيت هنا، اسحب عليهم علشان ما تصر انك تهيئ عليك تضيع هي. مشكلة ان لحقني وضربني ضرب ضرب شديد يعني. مو مشكلة، بس الحين بنعرف مكان البوس. اطلع عليك مكان الصح، كان تنزل زيادة مدري. لا لا مكان الصح دقيقة. ما انت تدور المحارة اشتراك؟ لا والله العظيم انا انتظرك بس تعطيني كولات وين اروح. طيب مو مشكلة نخليها مكان الهين عشان على المكان مكان. لا لا مكانك غلط، انت سحبت على واحدة. سحبت على درج يعني فوق يعني هو؟ ايه سحبت على الغرفة. انت نزلت طابقين، هي الطابق اللي تحتك على طول تنزل معه. من خرشة طال عمرك ابو المبزرة. روح مع السلم اللي تنزلته. تركز عشان تحفظ الطريق. طيب حلو دقيقة. الله يلعن ابوك. اوكي. انت تبغاني اطلع مع درج ولا تبغاني اروح مع باب؟ معليش انا اسف، عيد مرة ثانية. شفت ذاك اللي تحول؟ ما كانوا في خمسة واقفين فوق السطح؟ منهم تحول. الا ايوه ابيك تروح له. هذا يعني بنفس المكان بعد تنزل تحت في دا في دا في تكة. ايه تكة أيوه؟ واحدة بس. حلو باب واحد المفروض يكون هنا، مو هذا الباب يمكن هذا. لا لا صح 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 مكانك اللي قبل شوي. لا هذا الباب صح. لا مو ب اللي تحت تحت. طيب ايه اللي تحت. معليش اصبر وراك بالضبط. ايوه هذا هو اللي قدامك انت تمشي معه ترى. ايه شفت ذاك اللي مع درع؟ هذا كان اللي هذا الباب يعني هذا المكان. ايوه تمام عليك. يلا خلاص عشان متاخر صار في تضارب معلومات شديده. مو مشكله. اوكي وين تبغاني اروح تقول لي؟ عند هذول الخمسه؟ انزل تحت بعد في نزله تحت انزل معها اللي عند النار الكبيره اللي تحت. عشان ما يتحول. ايوه الله عليك روح معها. خبر لي دراهم في واحد هنا. كبير صح وما كله في واحد في واحد إيه. كبير صح؟ ايه والله ايوه اسحب عليه ومشتيده وفجأة بيجيك كذا الدرج مرة كبير في لفة يمين وفي لفة يسار انزل تحت وروح يمين. بيجيني درج مرة كبير تحت. اوكي هذا لا شكله مو بذا. اوكي
اوكي ركبوا الضيف. أيوة. يا ساتر يا ساتر. اوكي هذا الدرج شكله هذا الطريق. لا مو هو مو هو مو هو في ناس كثير. في ناس صح؟ في ناس كثير صارت. ايه مرة مرة كثير. جلت كثير انا اصبر شوي. ايوه روح يمين مرة. انا مت لازم شوي ارجع. دب حاط لك جنحان يخرب بيتك. مكانك غلط اللي ترى رحت. لا اوكي لا. ايه انت قلت لي. اوكي دي. في باب غير في معلش في 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 مخرج غير المخرج هذا تروح معه على طول قدامك. اول ما تشوف المخرج قدامك لا تروح المخرج اللي وراك. والحين يوم تبي تروح للطريق على طول الطابق اللي تحت لما تنزل مع الجريس في طابق تحتك على طول الباب عنده. الباب يصير وراك اول ما تطلع مع الباب. طيب دقيقة الحين انا بوقف شوي لان البث عندك متأخر. علمني اي باب انا بعيد الحين ما حد يجيني. اوكي حلو مكانك انت في البداية كويس. طريقك حلو نزلت من هنا. حلو يمديك ما تاخذ الدمج هذا في كرسي تنزل عليه تكسر الكرسي وما راح تاخذ دمج. طيب الحين انا واقف على السور. مو مهم. حلو انت واقف على السور في تحت في تحتك نزله ما تاخذ منها دمج. انزل معها اللي عليها خشب. اللي عليها خشب انزل معها. حلو بس خلي الدب يروح ما يروح يدمجك حتى لو رحت لها. لا بس انا قصدي بيسها يروح الدوار الجهه الثانيه بيشوفك وانت راح تمشي من عنده ولا راح يدمجك. معليش معليش انا كبيرة عن امك انا اسف. طب حلو هو في عنده باب على اليمين في درج صح هو اللي تقصده؟ ايوه ايوه هذا اللي اقصده. في نايت في نايت اثنين يسارك في نايت اثنين يمينك صح؟ ما ادري بس انا رحت يمين رحت يمين في يسار. انت رحت يمين نفس ال زي المقبرة. ايه في نايت يساري صح؟ في وفي اثنين يساري صاروا. ايه امشي سيدا مع النايت اللي مع النايت اللي في النص. ايوه النايت اللي في مو اللي فوق. انت النزله انزل تحت. والله النبي بس انت ركز معاي ركز على اهدافك معاي. ايوه يمين بالضبط. دخلت جوا البيت الحمد لله امان. في عجوز هنا اسولف معها. انت رحت يسار. شفت العجوز قدامها بالضبط كان العجوز سيدة. ايوه سيدة لا يمين ولا يسار بتحصل البوس اللي البوس اللي يقول لك عنه. طيب في عندك جريس تقدر تذبحها. ايوه اقدر اذبحها وش يصير؟ ما تقدر تذبحها ويطلع لك البوس اللي يقول لك عنه الصعب. اذا طلع البوس وذبحت البوس الصعب ذا اللي ما راح يعني ما اتوقع انك راح تذبح صراحة. ايوه طيب ليش تديني يصير عندك اكسس انك تروح للمناطق الثانية البعيدة. اوكي اوكي اوكي. يلا. يعني البوس هذا بتجيه بعدين بس خليك تقوى شوي. الحين انا البوس هذاك ما عنده طبعا ما عنده جريس ولا عنده شيء. بتدخل على البوس وتعيد من اول وجديد. لا فعشان كذا لازم تحفظ المكان ذاك اللي يقول لك الطريق وانت الطريق انا حافظه لين الحين بس الحين باقي نروح من النايت ذا سيده صح؟ الله عليك سيده على طول. هلا هلا سيده يمين ولا يسار تحب عليهم ولا تضرب احد؟ لا مره انت متاكد ان سيده رجعت للدب؟ لا صح عليك انت صح عليك صح عليك. لا والله سيده مره اسيد شيء باب كذا مشقوق صح؟ الله عليك هو هنا الطريق. طيب خلاص ما طلع لأحد. ايه الا بيطلع لك امشي. ايه بابات هذا هو جاء عرض جاء البوس اللي ما فيه مال اذبحه. شك طالع كذا بكبرياء يعني اساس بتجلده يعني. نايس معك اربعة هيل حلو. اوه كنا ملكة اخرب بيتها.
لا حلو قوة الا بالله. هذا ويش؟ كيف ارمي القنابل ذي؟ روح عليها واضرب ربه. يعني بس خليك مأين على خلي النكتة تطلع على البوت. ايوه بعدين تضغط مربع وترمي عليه القنابل، بس لا ترمي عليه القنابل الا لما تتأكد انك قاعد دمجه وانه راح يموت. ضيع القنابل وشيل وامسك السيف بيديك الاثنين. شلته والله. اصبر شوي بس اعطي فرصة. انا ودي اهيل بس ما يبغى يعطيني فرصة. والله عاد صدق سهل مو بصعب. سهل مو بصعب، هذا بوس ولا شيء قدام البوسات اللي بتواجهها قدام. يلا بسم الله العظيم نروح للبوس بريكارو. ساد نايت خاطري الضحكة. انت قاعد تروح قدام البوس ترى غلط، تروح من ورا البوس. حاول قد ما تقدر تروح من ورا بس تروح من قدامه. ولا تذبح احد ولا تدمج احد. اي انا داري بس انا حبيت صراحة يعني اختبر نفسي مع النايت. طلع زلابة توقعته قوي مرة يعني. انه يدمج كثير فهمت؟ امسك هذا وانت ما مسكته بدينك ثنتين. انا تعبت بس انا اقول له يمسك بدينك عشان الضربة تجي اقوى. لانه قاعد بيد واحدة قاعد يدمج. بيد واحدة ولا مع الشيلد يعني. صح تصعب شوية شوية. افكاري ذكية بس اللعبة ما تبغى تساعدني. يعني يعني ما يسوي اللي ابغى اسويه بسرعة. مشكلتك واحدة، ما عندك مانجمنت للمانا حقتك، ما قاعد تشوفها ولا قاعد تعبرها. لعبة ممثلة لدن رينج. لو طالع على المانا اكثر من طالع على دمك بيكون لعبك مرة كويس. يعني ما تقدر تضرب ضربتين ثلاث ضربات يعني وين. ايه فهمتك. المانا بتخلص ما تقدر تسوي رول بتنحشر. ايش تبغى تبرح النايت؟ انت ليش تتضارب معهم يا بعد راسين؟ ليش تتضارب؟ ايه دقيقة صلى على النبي. والله هو شوف بدل الموضوع تشخص فهمت؟ تسير ملكة شوي ريحة ملكة. ما انت ما نبي عند ملكة ولا نبي يمه، عند واحد نايت كلب. شفت ال اي القم يبري الكلب. القم القم حساب عسير انت. يلا الحين اروح الجريس. والحين تروح له بعد ما معك 2 هيلث ولا 1 هيلث؟ لا الحين بروح الجريس. قاعد تضيع وقت انت. اصبر اصبر راح جريس الحين. لا لا مو اسرع، ما ابغاك تشرب ابغاك تجلس. تروح للجريس وبيطلع نايس مرة ثانية بس ابغى لا بس انا كنت ابغى اذبحها بس. انا قايل لك الموضوع شخصي والله بس ما استوعبتني. بالله ما ينحقد عليه. هو يبغى له شخصا شوي ذبحته يعني. لكن طريقي غلط بس والله طريقي غلط غلط جدا. اصبر معليش شباب انا الظاهر اني غلط. انا اعتذر منكم اعتذر منكم جدا. شوف 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 تنزل مع الجريز الدرج اللي تحتك على طول تنزل معه. اي صح صح انا توقعت اني حافظ الطريق طلعت ما حفظته. وترجع وترجع للبداية يعني. اوه ما بدك تحط على الجريس وفي واحد وراك. ايه طبعا
الباب وين الباب؟ الباب الباب وين الباب؟ الباب تحتك على طول، تحتك على طول. عليك عليك عليك، ريف ريف زبطت المظبيط. قري نصر قدعانة يا بوي. والله طاح كثير من هنا. الباب في يمين هنا. واليمين دي اذا طحت منها تموت. اوكي ما في مشكلة خلاص. بعد اذنكم يا الربع ترى يعني مشغول شوي، رايح لعمكم. هذا الغالي حلو عرفت الخليج. خليك طول الوقت ورا. دعنا تسوي تسوي اوه هطر. حرام والله حرام. ليه؟ ما ادري شلون ذبحت والله. شغال مظبوط والله. اذا نفس بال تكون قريب من عنده عشان الدمج، لان فري دمج هذا. اخ فعلا صادق والله. الحين الحين وبعدين انت تسوي رول كثير، لا تسوي رول كثير علشان تضرب، لانك تسوي رول كثير والمعنى حقك تنقص زيرو وتبغى تضربه. يا اخي عشان اتجنبه فهمت. بس انت قاعد تسوي رولين نفس على ضربه واحده فهم. هذا اللي يكتبه بعد اذنك شوي بس. لا تستعجل لازم اركض. بعد اذنكم شباب. اوكي ادخل ادخل حمك. يا اخي انت من كلب. طول وينفر. انت قاعد تهاضر له صار طول. وايش؟
ما ادري صراحه. تكتيكه كويس والله، طوله ينفذ، يروح بين رجوله ويضرب، طوله ينفذ في الثلج. انا معك بس قاعد ينفث قدامه، طول اقسم بالله يمكن 10 ثواني هو قاعد يبغى ينفث، هو قاعد يطالع من بعيد ليش؟ لان لا والله شفتها بس الزاويه حق تواصل. معليش لا معليش شافها والله الزاويه حق لا معليش شافها، زاويته وسخه مره ما يمديني اجي يساره، فهمت؟ انا بس ودي انك تضربه وهو ينفذ، كان عرفت هذا ضرب اضافي لك نصبته. ايه صادق والله صادق، بس انه مسك زاويه خلاص، من ضربتين تذبحه. والله نزود استامينا، والله ماشي استامينا ما تخدم. لا يلعن امه، ايش حركة المكنسة دي؟ طول فيها يا اخي ما عاد في استمنة. ما قاعد تضرب لان ما في ما يمديني اضرب. قاعد ار1 اسرع. انا معك اسرع بس ار2 دامج اعلى. تدري متى تسوي ار2؟ شفت يما ينفذ سوى ار2 عليه، راح تشوف الدامج يفرق معك. يلا الحين نجربها. اذا نفذ ار2، لان ار2 يطول اذا ما كان واقف بمكانه، هتتعب معه. وبعدين قاعد تضرب ضربتين ثلاث ضربات على الهواء. كنت تقول تنزل على الخشب ذا ما تتدمج، بس اني قاعد اتدمج يعني. اي خشب؟ دقيقة بتشوف البث متأخر شوي بس. طيب الخشب هذا بتتدمج منه، اقصد من فوق ما تقدر تتدمج. اذا انك تبغى تسرع في كرسي تنزل معه ما تتدمج منه، هذا تتدمج منه. تعال يا ابن الكلب، لا تستعجل في الضرب. يا عم قوية ذي، نار انا عارف. ايه
المكان اللي ضربته فيه فين؟ ما ادري كيف تضغط ارتو مره جازم الفرحه كثرته بعدين خلصت دمه ما ولا مره بخ نار ما ادري ليه ليش مسوى كذا معي ترى بخ عليك مره صدق والله كان معطيك ظهره بعدين ضربت يا اخي سبحان الله وقفته غريبه يا اخي اوكي انا صرت مؤدب اوكي كم بيعطيني هو فلوس ذا اذا ذبحته؟ كم هو؟ مو بكثير لانه باصة يعني كم 3000؟ شيء زي كذا ما اذكر والله بس الفائدة منه انه بيفتح لي الطريق للباقي الكوكب لا ما راح يفتح مو هذا اللي يفتح لك هذا ذلك المنطقة الجاية العجوز هي اللي اذا ذبحتها بينزل عليك باص اسمه دانسر اوف ذا باردر بالي هذا باص صراحة صعب مرة ما يمديك تذبحه مستحيل وش نسوي عشان نذبحه؟ ما في امل كيف اطور نفسي هنا في المكان ذا؟ ما تقدر تطور نفسك في المكان ذا لان الموب اللي فيه ما يعطوني اشخاص كثير ما في سلاح اوريدي عندي اي تماسك السلاح عشان تطوره ما هي موجود حتى هنا لازم تطلع المنطقة اللي بعدها لا تكفى لا 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 تكفى اصبر عن ام القهر القم بكذا لا اذا تحرك عينك ها؟ لا اقول لا تحرك عينك اوكي معلش ردة فعل لايك لايك ما ادري ايش يعني مت على طول شغاله تفسير مخي يسوي بروسس شكله مات بس انا معلش ابغى استغل الفلوس اللي اخذتها بروح اطور عند هذيك ما حرام يعني انت قدمت مت anyway لا 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 والله دعبتك جابت لي النوم لا ما في لن اسمح لك بطفيها الحين نلعب كود من الصبح اشرب قهوه عدس ما انا في امل لا ايش اللي ما في امل ممنوعه من الخروج خلاص ما بك شيء على الدوامات حادث حياك الله هلا والله ما زاد شيء كثير ليتني زدت فيك يلا اقفل نلعب كود لا كمل عادي خلنا نلعب كود لا تنام الحين لان ام الباص ساعة ثنتين ما جت استهبال كل يوم تجلسون الثلاث امس ذا الوقت قلت بتقوم اي وجلست قلتوا لي اجلس وجلست معكم الى ثلاث انت سبيكر اوكي خلاص روحي لا
لا لا روحي وتم رفع مستوى الشخص انا. وش ذا يا دحوم؟ ها؟ وش المرسلة ذا؟ اي هذه اللعبة اللي اقول لك. وش ذي؟ اه هذه ذي اوكي. بخس والله شوف الدم شلون. غيرة فيها ملتي. ها؟ بس حتى لو فيها ما اقدر لماكم. وين اللي بشتري سوني وشو؟ اي مو بالحين. وانت يعني انا الجاية كذا. ها؟ ومتى؟ ايش قلتي؟ انا الجاية. السنة الجاية ليش؟ لا في يقولوا في يقولوا بلاي ستيشن اصدار جديد بينزل. من يقول ما بي مو الا اصدار جديد بينزل بكرت شاشة انفيديا يعني معالج انفيديا جرافيكس. حتى لو نزل جديد من تبلع في اللي معانا ملتي مدري ما يسوى لك. خذ اللي يكون الاصدار اللي قبله نص السعر. يا سلام ممكن يعني هو والله عليه تخفيض الحين ف ممكن ممكن والله ليش لا. اسمعي طفي ولا لا؟ لا خلاص انا اقتنع بشرحة لطيفة يعني. وشو لا اي وشو ما فهمت انت تقول بتطفي ولا لا؟ اقول لا. اطفي انا نروح كود. اه كيفك هذا وش بكيفك؟ تلعبون كود اللي هنا؟ انا ما اتوقع. كذا نظامكم بعذر هاجل تقول بروح انام. انت ما شفت اللعب اليوم. انا تعبت انا تعبت انا اقول بس ما يبون. تعبت انت ايش يقطع؟ اقول تعالوا مونستر هانتر حمل خلينا العاب الخيال ديما وبري عنود انت الله يصلحك ما تعطي فرصة للموضوع. ما احب الخيال. المشكلة انها يعني لعبة حلوة ونقدر نلعبها جروب بس انتو ما تبغون تبغون كود. روح للسب وروح للمغاثة اللي هو يعني قليل سب قليل. لازم والله يعني ما كود مو ب طاقة سلبية تطلع. يعني هي ما هي شر محض لكن حلو التغيير يعني انا احب كذا التنويع. اوكي حلو التغيير اللعبة صار انت انت كل شوي تختفي يعني اهم كلمة تختفي فيها اللعبة. نزل رامبل فيرس العب معك جيب لي تنانين وبوسات وقعد اصفق ذا واقعد العن ام واخذ ذنوب البوس وحش يا عنود يعني عادي بالغ انت. انا يعني العب علشان اي دونت ستريس مو العب عشان اتنرفز ويرتفع ضغطي ابدا بدري. ما انا لفلي عالي في اللعبه ما راح جيت بخلي حياتكم سهله. تعالوا يلا وش اللعبه يا اخي التنانين مونستر مونستر هانتر هذه. اوكي لا 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 ما تنزل انا ما 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 وشو انت ايش؟ انا ما 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 دحوم صوتك مع الضربه صراحه يطلع معليش عيد انت ما ايش؟ ما 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 يعني وش؟ معزه قلب ويعيدها وانت شلون يعني ما 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 فهمت؟ يعني لا وش اللعبه طيب ذي اصلا؟ ما نقدر نلعب مع بعض لانك بيت بعد. يعني المفروض ما ما شيك يا عنود الله يسامحك يا اكيد انك جوعانة. ارتفع ضغطي وانا ما حملتها. وانا احس انك جوعانة ما ادري ليش. توني ما اكلع. ادري ليش معصبة. اقول وش. خاف انه ظل. وليش فيك؟ ضح طفح لي يا ساتر ما شاء الله شكلتي بالعافية يعني 4 سنتي كذاب بالعافية مش مريض ما فيك مريض
يعتبر ساندويتش. ليه؟ والله ما يعتبر ساندويتش. يعتبر قبلات ولا شيء. شفت الفطاير دي الدائرية حقت البيتزا اللي مع الشاهي دي؟ على كيفك. زي بالضبط. والله ساندويتش حرام عليك يعني. أوه لو مكبر الموضوع أربع ساندويتش. يا أربعة وأربعة وش كنا شو اسمه أربع لقم. أنت كم تأكل سلمان؟ لا والله اثنين. طيب صدت على نفسك يعني اثنين ثلاثة صدق يعني مو اثنين اثنين على حسب يعني. مسوي حدا فوق هوا ويا سلام. عافية. وش المناسبة منين لك السنة؟ الجوكرز حقتي خلصت. اوه اللي ب400؟ لا ما فتحت هذيك. لا ولا فتحت. لا قلت اني رحت شريت لي شوكلت من عالم الحلويات. تذكر يوم اقول لك ذاك اليوم بروح؟ ايه ما ادري رحت ما ادري وش قلت لكم. ايوه درج طفحته لازم انا مع القهوة حلا. رحت سويت لي صينية حلا. طيب ليش مساكني من ابو 400 بيخرب؟ طيب اخي يا اخي يعور القلب. هاي تروح تشتري حلا ما تاكله. ودي كذا افتح بمناسبة يعني مكافأة لي او مناسبة ضيوف او شيء يسوى. وين قاعد تلعب سوني؟ خلص. لا تدري صادقة والله. خلاص على كذا ارسلي لي اياها. يعني اتوقع مناسبة ما في احلى منها. والله ما عندي مانع اني اعطي احد. والله يعني الحين ما عندك مانع تعطي احد ولا تاكلينه؟ شح على النفس. اوريدي طفحت كرتون. يعني باقي واحد لازم مناسبة. ايه حسيت بخطر انه يخلص. طيب ما في منه في الرياض؟ لا اقول ما في لا دوريه في الرياض. مو لا دوريه انا اقول كنا لا دوريه. كسعر وكذا كبراند. متى طلعتوا انتم؟ باكجينج واسعار كنا لا دوريه بس هو لا هو اسمه دليفانت تاهينير. مشكلة هون حينية ليفانت شكلها من بعيد لا دوريه. ايه لا صدق إذا قربت طلع عادي مو بلا دوري. شفتوا لما أنا كذا ترى كل بلد أروح لها أجيب منها كذا كم علبة أطفح علبة بدل ثانية أندم حسب ما أكلها. وأوزع هدايا هدايا الناس. على طاري أجيب حلا من كل ديرة. تدرون حلواني العب لقيتها في الرياض؟ انا ما اعرفه والله. بس ايش العنصرية دي؟ لا عنصرية دي اصلا ما اروحها من زمان. لا في الدانوب يا توني. ايه بس ما في اللي انا احبهم. في كوكيز وشوكلت وفي الكحك في كذا شيء بس برتقال جوز هند وذا الاشياء ما في. في السادة والعادية في السادة. لا ما في مكلف عن طبيعي تعبني. ما هناك برخصة. وين فيه ذا العبد؟ والدانوب. العنصري. اي من لا من كذا طريقة ال ليش حرام ما يبي يعرف هو وين ولا بيروح يشتري بس عشان بيقول العبد. لا لا لا
ما يجوز علي كلامي بصراحة. أنا حسيت إن فيه شو اسمه فيه ثغرات. إيش فيها لعب؟ لعب مهنة هانا. لا المهنة كانت صح. جوب. هذا زي الجوب تايتل يعني ما في لا هانا ولا. شفته أنا عبد الرحمن. معليش بس انا سحبت الاسانسير ضربت واحد نزلت منه. فخر لا تسد الاسانسير لا تسمح. اخالي توش تفيد. للاسف دخل ما يدخن؟ كنت ابيض اول. لا تقول لك تزين دخن الحين ولا ايش؟ السلام عليكم يا اخوان. قاعد اعاني. قصدك دحام؟ من الشفطة حسبتها فيب. انت سمعتي ماشي. اي حط ميوت. ما ادري ايش قاعد تقولين صراحة. انا حط انك هو يفك الميوت يحطه يفيد كذا. الو. دقيقة ما شاء الله عليك. فهمت يا غالي كتبت كويس والله علمتيني انك تسمع اشياء غريبة بس عشان انا بعض الاحيان ممكن سب من تحت الكواليس. كل شيء يسمع. والله. ما تشوفني أقول لعم عاصم بالعافية ويسب الشاهي. لا يسب الشاهي ثاني يسب الشاهي. درجة إنه راح قل السنسيتيفيتي حق المايك حق عشان يقول ها تسمعين الحين صب الشاهي ولا. ما احنا ايش؟ خالد كود. اسف والله. صح تعالوا يلا نفتح نشوف التلميحات الحين. مو بالحين ابن الحلال باتر باتر. لا حول يا ابن الحلال فيهم نوم ويدور الزلة ولا يبغى يلعب. خلني اصبر اشحن اليد واخش. اتوقع ان بكرة 8 الليل لان دايما علياتهم 8. شوي بس شوي معليش عندي مبلغ مالي فوق واحتاج اخذه والله صراحة حرام. اصير بزر تلحقني. طب الحين شو ممكن اسوي هنا يا صديقي؟ يعني اخليهم مزرعة واطور من نفسي ولا شو اسوي؟ دقيقة يعني وش الانسب؟ يعني احس اني خلاص ليش قاعد هنا؟ صدق بروح اخذ دراهمي من هناك. ثاني هلا يقول لك شوف في الوردة الحين الايفنت اللي هم مسوينه
لما تلعب يسوي لك unlock rewards جوائز، منها bundles اللي هو زي الباكجات، منها weapons أسلحة و upgrades سكنات تجمعها هنا وارزون، وبعدين تعطيك أفضلية لما تنزل اللعبة تجي معاك لأنك ما تكون معهم شيء. عرفت؟ معلوم؟ شلون اللعبة ما راح يكون معها شيء؟ عشان الليفل يعني قصدك؟ مو تلفل، تجيك هنا تلقط أسلحة، ما أدري عاد وش الطريقة أن مثلا تسوي زي الدي ام زد، تتذكر لما تروح تاخذ سلاح؟ هل هو زي كذا؟ هل هو إذا فزت يعطيك سلاح؟ ما أدري، بس أنه بيعطيك سكنات وأسلحة في الوار زون هذا حق مودرن 2 كثير. will be available to use and equip in Modern Warfare 3 giving you a massive repository of art ready to use on day one. ايه اسلحة عذاب خذ الجديد، يمكن اسلحة زومبي مثلا، ادري بس انا بتعطيك افضلية يعني عن غيرك. اه حلو قديم. The battle showdown event has come to a close and the winning side has been completed while the shadow company live free challenges event. إذا فزت فيها راح يعطيك XP وكامو اللي هو السكن السلاح وشخصية including a free skin weapon camo and battle pass double XP token إذا فزت وخلصت التحديات. طيب بعدين بعد لا يلا إذا ودكم تبون نلعب لعبنا، ما ودكم ما ودكم. وش الكلام الغريب كنت تقوله؟ إذا ودكم نلعب ونطلع دولي طلعبنا ما ودكم. كل ذا القرقة وترجمة شرح تفصيلي، وش الكلام اللي تقول عنود؟ ايه شفتي خايب، انا من اول قايل انه خايب بس ما حد سمع كلامي، دافعون عنه. فيه ارجع لك اصبر باقي 500 يا اخي. مو فيه ذا، لا هو مفتوح ولا هو مقفل، مو فيه يعني مقيد ولا اني مفكوك. يا توني انت تسمعني انت وحي وفوق في كاونت داون هلا اوه جاد، في كاونت داون مكتوب 18 ساعة و 29 دقيقة. دقيقة خلنا بقى الالم ماسك، بس ما انصح تدخلنا ناس مغرقة دين رسولنا. تبغى تذبح ذاك اللي مع كتانا؟ والله خايف منه صدق، فقلت بجمع لي شوي هنا وارجع اطور باقي تطويرة واحدة واجرب معه. ما ادري يديك تذبح بدون، يديك تجره، عرفت؟ في ضربة يسويها تجره هو يدخل يده في جيبه. Welcome home speak. فهمت شك صد؟ واضح انك فاهم. فهمت تقصد ولا لا؟ والله فاهم عليك. ايه في الحركة ذيك خطيرة مرة يعني. ابعد عنه ارجع. ويضرب ضربتين ورا بعض. بتحصل كذا وقت تقدر يعني تقرا فيه وتضبطه. والمشكلة الدمج فيه مو كثير، كذا 82. يعني البوس اللي قبل شوي اهون منه. سلاحه سيء صدقني، حتى لو تبحث هو اخذ ما فايدة. خل نجرب معي ما بنحقد عليك، بس خلاص مرة واحدة هي برميها بس.
شفت؟ يبتل يبتل من الكلب يضرب ما يوقف. خذ انا ما كنت اقصدها يعني. اتوقع ارتو يعطي كذا فايز خفيف ماني متاكد. ال2 يعطيه ستن بالدرع ارتو. ال2 ممكن او انك تسوي له بيري صح عليك. اوكي باك ليش ما تبغى تضرب؟ ليش مريب كذا انت؟ يلعن امه من الكلب. استاذ ذكي مره مستحيل انه لعبه. ايش قررت شوف كم نلعب اونو ولا تريفيال ولا كذي كذا. اخكم بعيدة. انا قاعد اتعنف. انت تعنف وانا ايش قاعد اسوي مثلا؟ انتحرت. يلعن ام القهر. كله من عناد. حبيت سماعتك يا ولد. ليه؟ لما تصرخ كذا يطلع وشوش عشان ما تسوجنا. مايك محترم مربيه بي على يدي. والله هو اللي قاعد يربيك. وشوش لا تزعج الناس. اوف. انت شوي 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 ولد عرفت ارد عليك. الحمد لله الحمد لله. شوي بس يعني اكثر واحد يعني افش خلقي يفيد حم. اكثر واحد ايش يعني اطلع اللي في خاطري فيه. ايش خلقك يعني؟ هو اللي دائما انا مسخره وكذا يمسخرني نسبسب بعض. طب انا وين مت بالله؟ ممكن احد يعلمني؟ يعني انت قصدك ان انا قاعده مسخرك؟ لا هي قصد ان العيال بينهم بين بعض عادي يعني. عن ابوك منين طلعت انت؟ انت انا ترى عمدا علشان تذبحهم كيف استفزك. والله فكر بمصلحتك. اجزاك خير رب. اياك يا رب. شطورة جد بسألكم سؤال. بحكم انكم تعرفوني من زمان، ما تحسوني اوكي سايرة سالف واجد؟ ما تحسوني سايرة هادية؟ سالف واجد ولا هادية؟ ما ادري صار ما فهمت السؤال يعني. ما ندري نرد الاول ولا الثاني يعني. ما ادري نبرتي اقصد طريقة كلامي انها صارت اهدى من اول يعني؟ ايه لا هي نفسها يعني هي نفسها مزعجة ولا هي نفسها هادية من أول؟ لا أنت تتكلم نفس الرتم يعني ما في شيء تغير. طيب يعني هادية. إيه لا يكون شك عمرك إنك صايرة يعني أنثى ولا شيء لا سمح الله. لا. أقول لك توني قالت لك أبو محمد. إيه أنا أقول يعني ما أدري صايرة هادية. إيه؟ توني نقول واو صايرة دلوعة لا. لا لا. أنا ما قلت لك صايرة أقول أر أر أر. يا ربي لا. أقولك هادية مع أني أنا أحس أن ما عاد فيني حيل أني أتكلم فعليا. أحس أتعب أني أرفع صوتي بس أن الهذرة لا. أوه ما أسكت سايرة. لا نفس النبرة صدق ما أدري ماني ملاحظ شيء. أحس نفس الشيء ما تغير علي شيء يعني. حس شيء دحم؟ حس شيء؟ مو بحال نفسها عادية نفس ال يعني ما تحس انها تغيرت. طب الهذرة تحسون صدق انها زايدة؟ لا انت من اول هالدارة يعني.
الله عليك الله حرتك حسيت الانتقام بس حابة ان هذه طريقتك الوحيدة وشي ما تقدر يعني شو خلقك على بالي بس ما تواني انا واني يا كرسيك طقطق لاني مدد على الطاولة يعني حقي تكفي هذا الكرش والبطار سمنا يا بوي اربعة اربعة كباب هذا الرطرط خلق ترى الحين يوم قلت لكم باك راح تقيس وزني بعد السندويشة ملكة البقر ملكة البقر انا المفروض اوديك رحلة على حسابي مرعى الدنمارك في حد يقوس بعد الاكل يا بقرة ايش المصيبة ان نزل مو سهل طاح في الهواء ايه انت يبي لك مقياس ذا او في مقياس حق القهوة البقر حق اللحم لا حق اللحم ذا شلونه تحطه في المعدة تحس يا اخي تروح تاكل يو طقت من الاكل خلنا نروح اشوف وزني يا اخي ابي انبسط لا بس هذا تدري حلوب تدري ان هذا وشو دليل انه السندوتشات صغيره لا والله تاني بضمير جاء بعد ما لا 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 والله العظيم يا توني اقول لك اني ابي اروح اشوفه مرتفع وافرح تعبت كميه الحين سنه وانا حاول رحت عند ال يوم راح المرأة انت اشوف الدخان سكت حولينا عن تغذية ممتاز مرش ترسمه يا شيخ اي شيء شو اعطونك يعني شيء قلوا لك يعني كل الناس تتمنى اللي انت تبينه من نفس الكلام اللي قالت لي يعني انت بتتكلمي بجد شوفي جينكس يا ساتر طيب انا عندي لك خطة حلوة عندك خطتين اوه آه يا شو اسمك شو ذا اللي يلقطه من الارض وشو ذا اللي يلقطه فاسك من قولي انت قولي عايزة عايزة اختفى الدب ابن الكلب شرامة ايوه قولي اليوسف قولي قلت الدكتورة شفتها مصرية قلب الشريط الدكتورة النفسي نفسي اطخن ايه طيب عندي لك عندي لك خطتين عندي لك اصبر تدري وش قالت لي الحين دكتورة وش قالت لي قالت لي عايزة تتخني اتجوزي لا بسيطة الموضوع ذا الجواز كم كان وزني انا يا جن قبل والله ما اتذكر بس اتوقع انه في التسعين زي حاليا يعني صح؟ لا قبل انا اي انت اقول لك صح انا كم كان يا مو لا مو مستحيل انحف يعني ولا اكثر ايش تبي ايش مين اقول لا هي انا ما تذكرني انت يمكن لا انا الحق عليك على طول دايركت نحيف اي نحيف كم كان وزني اي مره كم تعطيني يعني كنت مره نحيف اي كان عود جدا فعليل. بس انت قبلها كنت دباني انا ما تقول يعني انت شخصيا اي متوسط هاي متوسط وذاب بعدين نحفت مره نحفت ايه نحفت صار ذا في عندي صور انا هذا البلاي توني انا زيك انا حبيبه طيب انا بقول لك وش سويت طيب بقول لك وش سويت انت تسمعي مني بس سويت شيئين زين اول شيء بلا تغذية بخربيط ما ادري وشو اول شيء فطور ما افطر كنت افطر اي مو مشكلة تفطري ما احتاج كنت افطر ساندويتش زين دجاج بالمايونيز ها
هذا يوم كنت سمير ولا كنت نحيف؟ لا نحيف في بيس. انت كنت تبي تسمن يعني؟ اي كنت ابي اسمن. ليش يا زمان؟ ليش ما قلت لي عن اهدافك وانا معك؟ ايش تبي؟ انا اكل معكم برص ولاعب كمل كمل. الغداء وش كان؟ فطير مشلتت. حميس. حميس حميس خبز. خبز حميس. لعبت فيه لعب. لعبت فيه. شحم ولحم. بس ايه شحم ولحم وكثري يعني. طب انا بقول لك شيء. وثاني الاسباب اللي انت ما تخليك تاكلين زين والاسباب المهمة جدا بالنسبة لي. واكيد انه ما تخليك تاكل. انت اكيد هذا السبب فيك. انك تاكلين لحالك. بقول لك شيء، هذا هو كنت بقول لك ذا شيء. انا حنا ما نجتمع عائليا على الاكل الا ان كان بالويكند يوم الجمعة. يعني غالب جمعاتنا قهوة حلا مو غدا. لا عادي يقول لجدتك انتظرين يوميا على الغد نتغدى سوا عادي. لان احنا كل واحد يعني مثلا جدي وجدتي مرتبطين بدويتهم، انا على حسب مثل ما ارجع من دوام هم نفس الشيء. ما نجتمع الغدا الا يوم الجمعة. فكانوا اهلي يحسبوني ما اكل لما يشوفوني لما اكل في السفرة هذه. شافوني اكتشفوا اني والله اكل. اذا مو يدهم فانا اكل اكثر منهم. لدرجة ان قالوا لي اول ما ترجعين لدرجة ان قالوا لي انا فاهمة. لدرجة ان يوم شافوني اكل ما اسمن وقالتهم اول ما ترجعين شايفين في جدار البطن مو طبيعي. اكل انحى ما اكل اسمن دود. المهم شوف وش المصير. المصير اني كنت دب. العنم مت لين نحف. يوم نحف نحف فعليا ماني قادر ارجع اسمع. انت لازم تاكلين لما تنتكين. اذا انتكيت والله العظيم اني ما اقدر اتنفس. لا 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 لدرجة اني لما اكل بعد ما اكل ترى انسبح ابي انام ماني قادر اتحرك. شوفي انت نحيفة زين ممتاز انك تهيئينه. وهذا الغلط اللي انا سويته اني اقدر اشتغل عليه ترى بالنادي واخليه بيتك. كنت وقتها ناشف كنت بس انا بقرة ما سويت هالشي ذا. كنت اقدر اشتغل عليه بالنادي وعضلات واكل زين واقسم وضبط الامور. انا حمار. انا بالسفرة هذه تركت نادي مشتركة ضد الاجازة يعني. مو النادي الهدف من الكلب حفين. انا كنت هدفي كنت ابي انشف لقولتهم لان عندي تخيل ان لما رحت شيكت عندي فات على عسقل في فات. سويت النادي ادخل. انت تاكلين كثير تاكلين كثير بس شوي. ها؟ حاليا تاكل كثير بس شوي. اي يعني حاليا وقبل لا تقولين والله اسبوع والله حاليا. لا لا حاليا هالفترة يعني من الصيفية لين الحين اكل كمية بس مرة واحدة. اول كنت اكل شوي كل شوي الحين كمية. لا لا بس لا هذه تنفع ولا ذي تنفع. اعطيك يا بلاطة انت نتغدى مع اهلنا بالبيت نلعب ام الدعوة بالليل البطريق ولا فندي. وش المطاعم ذي ما اعرفها. وش كذاب طريق حق البطر جد افندي ما اعرفه والله بطر. والله الافندي بروست. بروست اللي يقول ما اعرفه ذا كان ياكل اثنين. اعرفه ولا عمري قد سمعت فيه. اي ما تعرفه ما تعرفه. تعرف كيهو حتى انا. والله صدق ولعبي بالبروست ترى بروست ممتاز يعني. نقول لك خالي يقولي العبي بالسريلاك ممتاز.
وجدي لك ممتاز. جدي يقول لي لك ممتاز وصحي ترى على فكرة. جدي يقول لي انشور، هذا حليب انشور. سر لك اوتس وفي فيتامين بالضبط صحي. رحت فترة بالجريك يوغرت، كنت اتعشى وافطر عليه عشان بروتين على اساس وكذا ازيد. بس انه زودين انت عندك خلفية شلون العضلة تطلع تبني؟ لا ما عندك. لا قصدك شايفة حجم العضلة كيلو بالنسبة للشحمة الكيلو حجما؟ ها؟ حجم العضلة الكيلو بالنسبة للشحمة الكيلو. يعني انت شفتي شكل الشحمة كيلو شحمة؟ ايه فاهمة وش قصدها. انه يعني اذا انت الفات اقل لا اذا زاد الفات تصير كبيرة مرة بس بدون فايدة. فهمتي ولا لا ولا نعيد؟ ما ادري بس اني ابي اعضل مو يعني ما ابيها سمنة فات. ما تقدر يبغى لك هرمون ذكور قدمه شوي. ما نقول لك سكس باك بس اقصد ابي ازيد عضلات مو فات. يمكن تزيدي صلادة. ادخلي نادي اسوي لك جولة في فستق وسكر، في عندهم ثلاجات هناك لو ثلاجات فيها صدور مقطعة وفيها وفيها بعد ثانية ذي شو اسمها الصالة الاقتصادية سوي جولة هناك وذي الأشياء الرهيبة. علبة سريلاك فازر مليان طبق بيض في قسم الصوصات هناك بعد قهوة مع النادي وركزينا. ايه وش اللي حفزني اروح النادي بذا الحر؟ هذا البلا شغل ممكن ترى انا انسانة جدا خمول وكسل مرة. اذا اغصبي نفسك مدة 20 يوم بس 20 يوم. اذا استمريت 20 يوم متواصلة اذا اخذتي افك تحسين في شيء ناقص. الاف حقك اللي لازم تاخذينه غصبا عليك تحسين في شيء ناقصك. في اليوم هذا في نقص في شيء غلط. وروحي للشيء اللي دانس كلاسز دانس اي دانس. في بعض الاحيان او اغلب الاندية الكلاسز حقتها مثلا الساعة انت تحبين تكون ساعة 9 كلاس الساعة 9 يصير مختلف يوميا يتغير. ايه يوم والله اليوم ها اقول ايه عارف من زمان وانا ايه؟ كنت اروح نوادي بتذا الفترة اللي قاطعة ايه بس ادري ان انا من زي البنات ما احب دانسز وزومبا ومدري وش روح اللي تحبين بلي دانس تدري وش احب كيك بوكسنج يو روحي روحي يا والهيد 9 راوند زي كذا. انا هذا بلاي هي ثلاث اشياء الخمول والكسل. اللي يحفز هالشيء شيئين ثانيين هذا بيروح. اللي يحفز هالشيء شيئين ثانيين اللي يحفز الخمول والكسل. واحد ما في نادي حولي كله لازم 20 دقيقة سيارة. اثنين شمس والحر فأقعد بقول يلا خلاص بروح بعدين أقول يا ربي حر نص ساعة مشوار وما أدري وش يعني لو في شي جنب البيت يا سلام حتى لو ما لي خلق أدف نفسي بس منه قريب خلاص اشترك في الشتاء. لا مو على كذا بس والله تخيل روح يومك بس طريق للنادي رايح جاي ساعة ليه؟ ايه من جد عشان تطلع لك عضلات. طيب ليش ما تمرني في البيت صدق؟ في البيت ايه قلت حطيت تحت يوتيوب كلويتينج مدروش اشتري هذه
العدة حقت التمرين البيت. عندي ماترس، عندي دمبلز، عندي كل شيء في الحياة، عندي سترينج. نحن ام القهر فرقت معك 30 ريال شل قهر ذا تشتري مني شو؟ انا اعتقد برضو انها بسبب هذا الخمول اللي فيني نقص الدال عندي، انا قاعد اخذ دال فيتامينز انه اوفر النقص عندي مره حاد. انت كل السعوديين والله لازم حصيك الفترة مره يسبب خمول. يا خالد انت تشوفني؟ حط الجوال على جنب. يا اخي وش الاشياء دي تشوفها انت؟ هذه اسلحه زينه يعني الحين. ايه اللي لا الاسلحه اللي عند الحداد بس محطوط عليها اكس. ليش محطوط عليها اكس؟ لا كلها سيئه لان ستاتك ما يعني ما وصلت الستات حقتها كلها سيئه يعني. تشرين عشان يعني مثلا يبغى سترينج 20 تكون في ال 20 مثلا. اوكي. وعشان تقدر تستخدم السلاح ما تقدر تستخدم بس طيب. الاسلحه كلها سيئه. طيب كيف ابيع هذا؟ في لا تبيع، ما تحتاج انك تبيع الحين. وصل للبوس، في بوس بيك توصل له ميني بوس بيعطيك سلاحه، ابيك تستخدم سلاحه. وين هذا؟ هنا في نفس المكان ذا؟ لا لا مو بنفس المكان ذا، بعد ما تتطور شوي يعني عرفت اللي تروح منطقة ثانية ماني متأكد. ايوه يعني لازم افايد ذاك اللي عند العجوز؟ لا 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 مو بلازم. طيب يعني هنا في نفس الاريا ذي؟ في اريا انت لسه ما وصلت لها هو موجود. بس خلني اطور التطوير ذي. لي واحد اثنين بقي لنا واحد. يا رب لو في احد تبرع يجي يموت. لا اي واحد يا اخوان. Welcome host. Very well. Then touch the take nourish. أنا محتاجة. طيب. لا. لا ضيعته. ها؟ أتكلم على قاعد العب السيء. نفس الشيء. تاني شوف. والله قايلت لك سندريلا. سندريلا سندريلا صبح وليلة سندريلا. ذبحته من الكلب. شكرا بالله ضربته ضربتين وطيحته برا. الحين كريستيانو ذول العيال نايس والله الوسط
متبنيهم ولا من لا واحد من جايبه من حرام والباقيين من جورجيا. لا ما اتوقع من جورجيا هذا مرة اسيوي عاد هو كان فلبيني وصغير تأكد مو متبنيهم ظهر جورجينا بنتها الصغيرة بس لا لا جايب منها هي جايب منها جيش ما اتوقع انه متبني احد جايب واحد او اثنين حرام انا جلطني سيد قاعد اضحك ما رديت بسرعه سيد سيد ايش يقول يقول متبني واحد او اثنين الباقي من جورجينا باقي حرام لا لا اقول يعني ما ادري جورجينا حلال يعني لا ابن حلال قلت لك واحد ابن حرام والباقي من جورجينا طيب هذا قصدي قصد من جورجينا حلال جورجينا حلال طيب لا ابن حلال بس انا قصدي انه يعني على الاقل انه معلم الكوكب انه انا ماخذها يعني فهمت طيب الولد ايه ولو انه بدون عقد هو قايل للناس تراني ما اخذ ذي الحساوي هذا من خويته السابقة هذا عارفين هذا ابن حرام والصغيرة مرة جورجينا اللي في النص قصدي الاثنين ايه الصغير ايوه اللي في النص من مستاجر رحم مستاجر رحم ايه شلون يعني شبي اشرح لك عن طريق الاحياء يعني لا لا ابغى اعرف فعليا كيف ايش قال اشرح عند الناس ايش قال زارع زارع زارعين لل زارعين للبويضة قتل عادي عند الاجانب الحرمة او الرجل يقدرون يستأجرون واحدة لو سمحتني بنستعمل رحمك جيبين ولد لنا ايوه انت بس احملي وجيبي بعدين بناخذه وش الدناءة ذي بعضهم ما بعضهم يعني حريمهم ما يقدرون يحملون بعضهم اسمه ما يبون يخربون اجسامهم اذا في اسباب كثيرة زي كيم كارداشيان اختها كلوي كارداشيان زي كذا استأجرت واحدة والله يا اختي مشكلة صراحة حنا يعني شوف حنا بس حنا بطريقة لا غير فرعية شلون؟ اللي هي الأنابيب اسمها اسمها اي مع نفس الحرمة يعني حرمتك فعليا والحمل فيها مو انه ناخذ واحدة جار طيب اسمع هو في هذيك أنابيب ولا في تفاعل؟ لا لا أنابيب لا كذا شربت حرام مو فلة لا والله فلة يعني قلت يمكن يستاجر ويستانس لا بعدين لا ينكون واحدة مجربة لها سوابق جربة يعني بس انا بعيدا عن اللي كذا يستاجرون اللي تأجر نفسها كيف؟ كيف ولدي؟ فلوس ولدي يعني حسيت في 9 شهور وانا شايلته واول ما ينولد المه شلون انا استغني عنه لا ما تلم واخذ فلوس هذه دقتها الدنيا بشكل ما تتصور يا يلا الله لا يحدنا ان شاء الله الله لا يحدنا بس طيب ما يستاجرون رجال طيب الا في بنك ايش فيك دحوم بنك ترى اسال يعني اذا بس ولا بس الاجار من جهه واحده فهمت والله العظيم انا اقول لك اثرت عليك في بنك الالوان اروح اختار مواصفات اللي ابيها ابي شعره مثلا واحد جنجر شعره برتقالي ولا احمر ابي واحد مثلا عنده جينات لون زرقاء اخذ ابدا دقيقة شندك يا جنك سؤال شندي يعني بروح مثلا استاجر يعني تدري هو يمكن استثمر يا ادم جيناتك عشان يبنك دروع اي دورك المفروض
ما تفكر والله العظيم. اي ذرك دحوم والله ترى. شوف شلتنا كلها المفروض ما حد يفكر فينا ابد. لا ابدا كلامك والله محبط والله ما ولا شحن المجيد. ولا كل واحد ما يدري. ابو ثامر مثلا. واحد اقرا واحد حسين واحد عيونه مسحبه واحد ثقيل واحد مشعر بزيادة اوفر شعر. شوف يمكن يبغى واحد مشعر بزيادة يحبون الشغلة دي. يا رجال احمد يحدد هو سادس ابتدائي يحدد. دقيقة وش مين اللي يحبون الشغلة دي؟ اقول يمكن احد يبغى شغلة زي كذا يعني انا او كل الاشياء اللي ذكرها عيوب. بالعكس فوائد عند ناس يعني فوائد مصائب. فوائد عدات فوائد ما ابغى سبنا اهم شيء تضمه بالاخير فوائده. ابن كلب انا امك لساعة طور نفسي تذبحني كذا. يلا يا قوم انا احس ان اليوم بصراحة اديت بشكل ايجابي معكم. نعم وقعدي وطفي اللعب وحمل كود. ايه لا ما حملت كود ولا طفيت اللعبة وكان صراحة سلوككم سلبي وقررت اني يا ساتر راح ارقد. قررت بعد عندك بتروح تتوقع وترجع تاخذ توقيع هذا هين. مرة بعيد المشوار مسكين. اي والله 8 دقائق تتخيلي. يا ساتر روح لا ماشي ازين كل اللي ترجع ضيعت 8 دقائق. لا والله بعيد فيوترنات فيوترنات اللي مطول الطريق. اي هي عشان كذا 8 دقائق واللي هي اقرب. انا اقول لك راح ماشي. انا طفيت اللعبة هذه ف دقيقة ادب ما دقيقة بس خليني اطفي البث برضه ثاني. ما في لعبة زي اف اكس 2 مرة كانت حلوة. وشي في لعبة